بهالفيديو رح نجمع لكم اكلات اكلناها على مدار 3 ايام من الشارع الاردني ومطاعم اردنيه كتير طيبه، يعني ما خلينا شيء ما جربناه نحن ورفقاتنا بالاردن من المنسف للحلويات. السلام عليكم، انا رند وانا جودي من قناه داداتيز. خلونا نروح على عجلون نورجيكم جمال عجلون وناكل باعلى مطعم فيها. اول شيء عندنا يا هون اظن هذا خبز تنور صح؟ ما بعرف بس الخبز شكله بشهي وساخن هلا طالع من الفرن. هذا هو الخبز، خلونا نجربه. هاي عنا وجبة الغداء طبعا متنوعة لحتى نجرب كل شيء. أول مرة بجرب الكشك بحياتي فخلينا نشوف. أوكي بعطيه 5/10 مو أكتر. أوكي الحمد لله، يعني مو أنا لحالي. وهلأ عنا محمرة بجوز. هلأ للشيء اللي أنا متحمست له، هذا الشيء اسمه الزرب على حد علمي، بيجي هيك نفس لحمة ورز. واو هذا حتحبيه صراحة. أنا مو من محبين الفريكة بس خلينا نشوف. نفس تبع ماما. في شيء أنا حطيته بس أنت ما أظن صبيتي منه. وين هذا كان؟ هذا أطيب شيء صبيته بصحني، لازم تروح تجيبي هلا، كتير طيب. طبعا لازم اللي ما صبه أنا يطلع أطيب شيء. والله عم صور لكم، أنا خايفة هون لأن الكاميرا عادي توقع وخلاص يروح البلوج ويروح كل شيء. شوفوا ماي جاد. شوف 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 شوف. عنا عيد ميلاد شوف مع الكنافة. نصفت الصحن قبل ما أصلا تفكر إنه تصور لكم إياه. بس خلينا ندوق مع بعض. أوكي. واو. لا عن جد بس طيبة والله. أنا جبتهم يأكلوا شاورما. هي قالت لنا إنه طيب. والله يا رب عن جد اعملوا رياكشن. انا هلا استوعبت انه هي جايبتنا ناكل هي ما عم تاكل. انا شكلها عم تمقلبنا، عامله دايت. شو رايك؟ شكلها مو طيبه. طيبه بس دقت اطيب. شو ردك على موضوع انه دقنا اطيب منها؟ هاي قالت انه هي اطيب شاورما. عن جد زاكيه، يعني هي من اسكر السندويشات صراحه. حرام اعتقد حتحبها. كانت خبز مخلل وين؟ مو طيبه عليك. I hate you guys. ليش؟ لا تسألي عادي. خبزة كتير طرية وكتير هيك. أنا قريتت كريسبي جوسي. أنا قريتت كريسبي طيبة كسندويشة بس مو كشاور. جينا هلأ ناخد آيس كريم. شوفوا كل هدول الأنواع عندهم. هذا اللون صراحة بيمس. أنا أخذت مانجا ونوتيلا وهي أخذت كاراميل. طيبة؟ طيبة والله. طيبة صح؟ أول شيء هاي مو نوتيلا، يعني نوتيلا على شوكليت. صدقوني مو نوتيلا. هلأ طلبنا هذا الصحن كلياته، وافل وبانكيك فيه بستاشيو صوص نوتيلا وايت شوكليت لوتس كل شي حرفيا. حجرب من هذا الشيء. اوكي شوكليت. هذا كريب صح؟ في بسكوت. طبعا عنا هون بنين نامت خلص على التخت على طول. هلأ شوي حنرجع على الأوتيل بس نخلص الحلويات تبعتنا. هلأ وصلنا على منطقة بعمان اسمها السويفية فيلج، فيها كتير مطاعم وقعدات والناس عم تتمشى ومحلات، فرح ندور على مكان أكل. قالت لنا رفيقتي إنه في محل برجر خطير هون. هدوركم أسكى مطعم برجر هون. أسكى مطعم برجر؟ عدوان. خلينا نشوف لو المطعم اللي قالت لنا عليه حنين طيب ولا لا. أول شيء هي البوفالو صوص. خلوني استطعم. شوفوا رح قلكم شيء، انا الصراحة ما كتير حبيت البرجر، يعني بعطيها ممكن نوطي صوتنا شوي لانه حرفيا قاعدة عند المطعم. اوكي بعطيها شيء 7/10 او اقل شوي، ولكن البطاطا 10/10. ذوقيني. هلأ جابوا بوبا تي لحتى نجربه. قال هذا المطعم كتير طيب. شو جبتي انتي النكهة؟ انا جبت بينك ليمونيد بس فيه اكتر من شيء هيك تشيري مانجو هيك ميكس. اوكي وانتي؟ فاشن فروت جاسمين تي ومع بوبا مانجو. واو لهالدرجة؟ واو كتير رائع. انتي وين كنتي من اول يوم جينا لهون؟ لهالدرجة طيب؟ والله اطيب من تبع دبي صراحة. اكتر شيء مبينة فيه طعمة الكرز بس غريب كتير. بعطيه 8/10. واو. بعد ما اكلنا وشربنا وكل شيء هلا رايحين نتحلى، ولاول مره بحياتي رح نروح على البوليفارد بعمان. الصراحه من زمان مشتاق اروح عليه من قد ما بسمع كلام حلو عنه، فيلا تعالوا خلوني ناخذكم معي على البوليفارد. هلا طلبنا شيء البيبي داينامايت، هي يلا نجرب. كثير طيبه طبعا. هي كمان من زواف، خلينا نشوف زوقي دائما انا رائع. شوفوا اليوم شفنا متابعينا من عمان. هلا والله كيف شو شغلتكم؟ سيدرو.
احلى سيدرا ماريا ماريا انت رسول رسول سارة سارة ورفيقتهم الاخيره هربت لهوني شو اسمك راما 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 ما بعرف من وقتها اهلا وسهلا يا راما شو اسمك معك يا حبيبي هذا البيستاشيو ميلك كيك اول ما جبناه ما تهنينا فيه والله ما اكلنا ولا لقمه كلياته هيك وقع بالارض وهون عنا ليمار الحلوه كيفك تمام شو الحلا شكرا هلا وصلنا على مطعم بالسلط بجنن والفيو خطير والجو احلى واحلى كتير كتير برد انا عم بعمل سياحه فظيعه على الاردن بجنن بجنن طيب بجنن خطير المكان كتير حلو خلص خلص عملنا اعلان تمام ما بنعمل اعلان بنعمل اعلان اعلان الاردن اعلان الاردن كثير حلو تعالوا اليوم لازم نجرب اصناف الاكل الاردنيه الاصليه مثل الفطور الاردني وكمان المنسف شوفوا ما احلى الكاسات هون كثير لذيذين وحتى المنيو هيك غريبه يلا خلينا هون نصب المي خلينا نجرب نشرب منها بارده بس احس فيها ريحه صدى صدى انا الصراحه ما بحب هدول الكاسات فراح اشرب بكاسه ازاز ليكوا الفطور اللي طلبناه هي مناقيش لبنه بخضره هون عندنا حمص بيروتي سبايسي هي مناقيش سبيشال حاطين فيها ميكس تشيز وكمان تركي وهي اللايت بندورة اليوم لاول مره راح اجربها اول شيء خلينا نجربه هو اللبنه بالخضار شكلها الصراحه كتير طيب بسم الله صراحة العجينة قاسية كثير مو تازة يلا دينا انت شو رأيك فيها؟ صراحة زاكرة طيبة بس يعني شوي غريبة مو نفس مناقيش اللبنة اللي بالعادة بجربها فما كثير حبيتها خليني جرب الجبنة هاي طيبة كثير حاسة هاي بس جبنة بدون تركي شوفوا يلا تجربي قلاية البندورة وتقولي لنا شو رأيك فيها ثواني بما انه معنا وحدة أردنية هي باكلها بالخبزة ولا بالشوكة ولا بالمعلقة؟ بالخبز أبدا ما بتتاكل بالخبز قالت ونغمس طعمه مقلوب بيشبه الشكشوكة؟ لا لا شو اسمه؟ مطبق قصدك مطبق مسقعة يعني شكلها طيبة الصراحة كفو عليكم حرفيا صارنا يمكن 10 دقايق عم نطلع على الدرج ولسه ما خلصنا تخيلوا انه كل هذا طلعناه على الفاضي وهلأ عم نرجع ننزل ولا انا عم صدق الأردنية اللي معنا الحلوة خذتنا على طريق غلط بس عادي عادي رواق الوضع بس افتحي جوجل مابس لو سمحت لقينا هلا محل عصاير فريش بيعملوا سموذي كتير طيبين انا اخذت ليمون ونعنع وكيوي شو اخذتي انت مانجو باشن بس كتير طيب وبارد حنين اخذت نفسي ليمون ونعنع وكيوي خلص خلصت وانت كمان مانجو باشن فوت صح اسمعوا دينا شوي خجوله يعني فما كتير هيك بتتحدث اما هي لا ما شاء الله عليها لسانها طليق جدا بنجيب لكم من كل شيء احنا من كل انواع بنجيب هي الاردنيه وهي الاردنيه هلأ وقفنا بمكان بوسط البلد عم ناكل صبار طيبة؟ هون بالشارع بوسط البلد لقينا محل بيع منسف بالكاس مشان هيك تاكلوا على الماشي من وين بتعرفني؟ شو اسمك؟ أنا وسام طيب أنا شو اسمي؟ ماشي كيف بتعرفني ما بتعرف شو اسمي والله اني شفتك انت وياه على اليوتيوب صوريني على اليوتيوب صورك على اليوتيوب اوكي يلا هلا صورك على اليوتيوب يلا ضحكوا كلياتكم رايحين هلا بدنا ندخل على المدرج الروماني هي اخذينكم خطوه بخطوه شوفوا هذا هو المدرج الروماني اللي موجود بعمان شوفوا هذا وسام انت ليه عم تلحقني عم يلحقوني بكل مكان صار لهم ساعتين ولا شو بدكم متابعين شو اوكي متابعيني شو وعم تلحقوني خلاص اول وحده ولاول مره رح تجرب المنسف الاردني على فكره كثير خايفه لانه حاسه اني ما حب اوكي بس كلي مع لحمه كل صراحه حطي كل شيء هيك معه بس الغريب يعني انه هذا المنسف بالكاسه بتحسه شوي ما له هيبه كان صدر منسف حلوة. فكره حلوه يعني يلا عصري. بسم الله يا طيب قولي والله والله شو طعمته يعني حبه المنسف يا جماعه حكيت لكم بس هذا المنسف طيب يعتبر ولا لازم صدر منسف هيك صدر لا لا لازم صدر منسف خلص المره الجايه لما نجي على الاردن بيكون معنا وقت اكثر لنقعد ناكل في المنسف عشان نكون عند المره الجايه هاي اثنين عشان عزمونا عندي خلصونا بقى يلا يلا خلوني انا اجربه طيب اللبن الجميد اللي حاطه فيه طيب صراحه يا جماعه متنا تعب اوكي حبيبي ماشي
كتير بحبوا يزمروا هون كتير. المهم انه متنا تعب كل الطريق، طلعات ونزلات وشوب وزحمة مو طبيعي. متنا خلاص الحمد لله. هلأ وصلنا على السيارة ورايحين على مكان تاني لنشوف رفقاتنا. 10 دقايق بتوصلينا؟ بخمس دقايق؟ ايه عن جد 5 دقايق بنوصل. عمان قديمة. لا جينا على البوليفارد، قعدنا بمطعم متل روف توب عالي، ففي برودة كتير حلوة والفيو تعورشي كنا. شو طالبين انتو؟ شو هاد؟ هذا باشن مع ريد بول. هذا اختراع اردني. اختراع اردني قلتيلي. طيب نجرب. يعني ريد بول مع باشن فود، شو متوقعتي يكون بالله؟ طعمه؟ ريد بول مع باشن فود. واو، او ماي جاد. لهون بكون وصلنا لاخر هذا الفيديو اللي جربنا فيه كتير اكلات اردنيه. ضيفونا على الانستغرام، هدول هنا انستغراماتنا هون، لانه نزلنا لكم كتير يوميات وفيديوهات حلوه من الاردن. وهدول هنا 3 كومنتات اللي اخترناهم من اخر فيديو. اذا انتم حابين يطلع الكومنت تبعكم بالفيديو الجاي، تاكدوا تكونوا عاملين اشتراك بقناتنا واتركوا الكومنت تبعكم تحت. بنحبكم كتير يا احلى ناس، وسلام.